فوقها عيدية، مبادرة لنشر البهجة بعيد الفطر المبارك بين مرضى السرطان والثلاسيميا من الأطفال، وذلك للعام الثاني على التوالي. هاي مبادرة جميلة شاركنا فيها سمو الشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة النهيان وبدعم من مجلس أبو ظبي للإعلام. القصد منها هي إدخال البهجة والسرور في قلوب المرضى. المعلوم أن في هذا الوقت من العام وفي الشهر الناس كلها مشغولة استعداد العيد، ولكن حضور سمو الشيخ وحضور الإعلاميين عندنا أضاف الفرحة فرحتين، أول شيء بالمشاركة في هذه البهجة، وكذلك يعني إعطاء اليوم واللفتة الجميلة هذه طابع إنساني آخر. وهذه المشاركة كانت يعني تستهدف أطفالنا وأحبابنا المرضى اللي ما بيشاركون أهاليهم في العيد في بيوتهم، فنحن أتينا لهم مع مجموعة من الفنانين ومشهوري التواصل الاجتماعي لنشاركهم، نفضي جو أسري لهذا اليوم لهم، ونقول لهم أن أنتم لو ما كنتم في بيوتكم نحن نوصلكم، ونبين أن دولة الإمارات بمؤسساتها وشعبها كلها أسرة واحدة. لفتة إنسانية من الإعلاميين والفنانين ليشاركوا الأطفال فرحة العيد مع أهاليهم عبر تقديم فقرات شعبية الكرتون والمسابقات، فضلا عن التقاط الصور التذكارية معهم. بما أن الأطفال متواجدين في المستشفيات ما يروحوا البيت مع أهاليهم يحتفلون، فقلنا إحنا لي شخصيا نحتفل معهم ونبارك لهم في العيد ونقدم لهم هدية العيد وعيدية العيد. سعداء، فخورين بالتواجد، شكرا للمجلس الوطني للإعلام، شكرا مستشفى خليفة، شكرا لكل القائمين على هذا الحفل الطيب، ما هو بغريبة على جميع مؤسساتنا وعلى جميع من يحب أن يتواصل مع الجمهور بطريقة إيجابية وجميلة. إحنا دورنا كفنانين أكيد مو بس إن إحنا نقدم أعمال فنية والناس بتأخذ العبرة منها، أيضا إحنا قدوة في أيضا من ناحية الأعمال الإنسانية. رسمنا الابتسامة في وجوههم، لكن بالعكس هم اللي رسموا الابتسامة في وجوهنا، وأنا سعيد جدا ونشكر المجلس الوطني للإعلام والشيخ خليفة بن سلطان خليفة على حضوره ومسبار تطوعي على جهودهم الطيبة. شارك الشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان فرحة العيد مع الأطفال بتوزيع عيدية العيد لتثير البهجة والسرور في نفوس الأطفال. يعني إحنا وايد فرحانين وعطونا هدايا، وأنا عطوني فري تيكت من ياس ووتر وورلد وأنا وايد فرحانة. فرحان جينا هني وزرناه وشفنا الممثلين وتصورنا معاهم. يعني عطوني عيدية والله يطول بعمر الشيخ خليفة وأنا مستانس. ليسوا وحدهم وإنما نحن جميعا معهم من أجل مجتمع متكاتف وسعيد في أيامه وفي أعياده. كم جميل مثل هذه المبادرات الإنسانية، مبادرة هدية فوقها عيدية، فرحة لأطفال قضوا العيد بعيدا عن أهلهم، مبادرة جاءت بوقتها لهؤلاء الأطفال. مهر الجنيبي لعلوم الدار أبو ظبي.